العلاقة جيدة مع الرئيس سعد الحريري، وسنعيد دوزنة تويتر الذي سأنسحب منه تدريجيا. هذا ما أكده رئيس اللقاء الديمقراطي النائب السابق وليد جنبلاط من بيت الوسط، حيث استقبله الرئيس الحريري في حضور الوزراء السابقين باسم السابع غطاس غوري ووائل أبو فاعور. يعني بعد أن أعلنت عند الرئيس نبيه بري تأييدي كي ينتخب رئيسا لمجلس النواب اتجاه اللقاء الديمقراطي أن نؤيد تسمية الرئيس الشيخ سعد الحريري كرئيس لمجلس الوزراء، لكن يعني هذا يثبت بعد بالاستشارات رسميا، لأنني أتكلم اليوم بصفة يعني أصبحت خارج الخدمة الفعلية كنواب، فعلى اللقاء الديمقراطي المتجدد أن يقرر هذا الأمر. ماذا عن نائب الرئيس؟ نائب الرئيس وعد كما سبق وذكرت، وعد أن أساير الرئيس بري، ومش بس أساير، إنني هناك صداقة تاريخية نضالية تربطني بالرئيس بري، وأعلم أن بعضهم يقول أن إلي فرز لي وديعة سورية أو غير وديعة سورية، لا، لن أقف عند هذا الأمر. من أجل صداقتي مع الرئيس بري سأسمي يعني سأطلب من الرفاق بعض الرفاق أن ينتخبوا الرئيس فرزلي، وأترك الخيار للآخرين كما يريدون. وردا على سؤال عن المطالب المتعلقة بالحكومة المقبلة، قال جملات: في مطالب، بس هلا في رئيس كتلة جديد، مش أنا، شو رأيك؟ في رئيس كتلة جديد اللي هو تيمور، وهو بيسأل. لا كيف؟ ماني مرشد روحي، خليها لغير بلاد. كم حقيبة؟ كل شيء بوقته، مش أنا بطالبها، في رئيس الكتلة. جنبلاط لفت إلى أنه اقتنع بتفسير الرئيس الحريري فيما يتعلق بمحطة دير عمار التي حصلت على أساس البي أو تي، قائلا: عقبال الجي والزهراني.